بون، اول شيء نقول الحمد لله على الفيكتوار اللي ما كانتش سهله. سي فري كيما 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 كنت قلت دوكا بالك لا مانيير اليوم ما كانتش كاينه، باسكو بوكو بليس حنا لي جوار كنا نحوسوا على لا فيكتوار، نحوسوا على 3 بوان تخلينا نخرجوا من لا سيتياسيون اللي كنا فيها. ما فرقش من خرجنا من هزيمه ثاني من كونتر شباب بوزيتيف، كنا حابين نرجعوا الاعتبار لنفوسنا. اليوم كانت مقابله صعيبه كونتر الفريق تاع مكاو، فزنا بها. لا مانيير ما كانتش مليحه، مي ان شاء الله افيك لا كونفيونس اللي هي جايه ان شاء الله نعاودوا نولوا لا مانيير تاعنا ونفوزوا بلا الله الى مانيير ان شاء الله. ما نقدرش نقول مغادره المدرب ولا لا، باسكو المدرب كان هنا خدم خدمه ما مشاتش، لونطينر راح، لي جوار دوكا ما هنايا، ما يجي اونطينر واحد اخر يقدر يروح، لي جوار ما يكملوا الموسم. صافي دي شغل تفاهمنا احنا لي جوار بيناتنا، هضرنا قلنا لازم نعاودوا نولوا، لازم نعاودوا نولوا في البطوله. كيما شفت اليوم بالك كيما قلت لا مانيير ما كانتش كاينه، مي الحمد لله 3 بوان هادو ان شاء الله راح يحلوا لنا البيبان بزاف.